ومن وقت وصل كورونا لبلادنا وهالحال انقلب، لا في تجول ولا سفر ولا حركة، والكل التزم في بيته، وهالشي سبب انتكاسة كبيرة للقطاع الخاص اللي خلى بعض المشاريع انها تسكر وتروح موظفينها. وين الحل؟ الحل رح يكون موجود معي اليوم بالحلقة، خليكم معي. أنا اليوم موجودة في محل الأنتيكا في قلقيلية. هيك محلات بتعكس تراثنا وثقافتنا وموروثنا اللي بعرف العالم عن هويتنا الفلسطينية بشكل حلو. خليكم معي عشان نشوف المحل. هالمحل تأثر زي غيره بسبب التسكيرات، بس كان وضعه أسوأ لأن السياحة العالمية توقفت بسبب الفيروس. وخلال الأزمة عانى القطاع الخاص من نقص السيولة، وهالشي استدعى إنه الاتحاد الأوروبي يتدخل ويضخ أموال كبيرة على شكل قروض ميسرة حتى يوقف مع القطاع الخاص عن طريق مؤسسات التمويل الصغيرة مثل فيتاس فلسطين. وكمان هالدعم بيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بتشكل العمود الفقري للاقتصاد إنها تتجاوز الأزمة. وزي ما شفنا هالمحل قدر ياخذ قرض بقيمة 10,000 دولار عشان يقدر ينقل هذا المكان لموقع استراتيجي في المدينة. وهلأ رايحين نشوف شركة أكبر استفادت من هذا المشروع بس بطريقة تانية، وقدرت خلال أزمة كورونا أنها تكبر. خليكم معي. هلأ أنا موجودة في شركة Iris Solutions واللي بتقدم خدمات تكنولوجيا حسية، واللي زاد عملها خلال كورونا لأنه التعليم وكتير شركات تحولت للعمل عن بعد. وهالشي صار بعد ما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استشارات للشركة، كان الهدف منها هو الكشف عن صورة الشركة ووضعها مش بس بالسوق المحلي كمان بالسوق الدولي. من الأشياء المهمة اللي صارت إنه الموقع الإلكتروني تم إعادة تصميمه بحلة جديدة. هذا الشي رح خلي Iris تقدر تستمر وتنمو بمهنية وثقة. هيك بكون خلصت جولتي لليوم، وهلأ صار وقت سؤال حلقتنا: متى تأسست لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؟ جاوبوا على هالسؤال في التعليقات على صفحة الاتحاد الأوروبي على الفيسبوك عشان تفوزوا بهدايا حلوة. استنونا في حلقات جاية. سلامات.